السلام عليكم. في هذا الفيديو رح نشرح عن برنامج التيمز وكيف ممكن نعمل الطلاب كلهم attendees بخطوة واحدة. الآن أول شيء لازم طبعا نكون عاملين create للصف. لنفرض أنا عندي هنا create cs، فلازم أول شيء أروح على الكالندر، ومن الكالندر نفرض مثلا أنا الحصة عندي الساعة 3 يوم الأحد، فبدي أعمل new meeting هون، add title مثلا grade 10 CS. بحط التايمينج، بتأكد انه التايمينج هو المناسب الي، وبحط هنا انه repeated every week، هاي weekly. بعدين للشانل، من عند للشانل بختار الصف اللي انا بدي اعمل له هذه الاوبشن، بختار من هنا grade 10، بختار general، وبعمل سند. هاي الخطوة الأولى. الآن بستنى شوي قبل يعمل لودينج، ممكن ياخد بعض الوقت. فإحنا إذا مثلا ضغطنا على تيمز بعدين رجعنا على الكالندر ممكن نلاقيه صار جاهز لنا. الآن الخطوة الثانية بعد ما عملنا اللي هو الحصة وضفناها على الكالندر عنا، نضغط عليها، بنروح عند الميتينج أوبشنز، رايت كليك على الميتينج اوبشنز، بنعمل كوبي لينك، بنروح على جوجل كروم لانه بعض المتصفحات ما بتدعم هذه الخاصية، بنعمل بيست. الان هنا هو كان باس باي باس ذا لوبي بيبل ان ماي اورجنايزيشن، اذا كنت انا حابب اخلي حدا يفوت الحصة او لا. بعدين هو كان بريزنت، هذه هي الاوبشن اللي احنا بدنا نغيره، هو كان بريزنت بدل ايفري ون بنخليها لاونلي مي، بنعمل سيف. الآن كل الطلاب بهذا السكشن صاروا attendees. Thank you.